تشكل خطر. نعم، هدف، هدف أول لفريق الشرطة. قلنا هذا اللاعب الموهوب نقطة ثقل ومحور ولاعب خطر جدا، هذا اللاعب إن كان العبادي وإن كان صاحب الهدف محمد كامل كوايا، اللاعب رقم 16 تقريبا في الدقيقة العاشرة هذا الهدف. لاحظوا هذه المهارة الكبيرة لهذا اللاعب والثقة بالنفس، ويضعها في شباك أحمد مدنية حارس مرمى فريق الجيش. هدف سيعطي المباراة رونق وإثارة كبيرة. لاحظوا بالإعادة مرة أخرى، كانت البداية من اللاعب رقم 10 محمد العبادي ومن عز الدين عوض بمواجهة مهند الخياري، وهدف، هدف التعادل لفريق الجيش. لم يتأخر فريق الجيش، عز الدين عوض بالدقيقة 18 بعد 8 دقائق تقريبا من الهدف. الشرطة وسط فرحة جمهور الجيش الحاضر مع فرقة موسيقية تشد من أزر الفريق. التعادل إذن، عز الدين عوض يعيد المباراة. الألق عاش لحظات في المواسم أو في الموسم الماضي لم يكن يستطيع فيها التسجيل، الآن وبعد عودته من المنتخب الأولمبي. لاحظوا بداية هذه الكرة، عز الدين عوض ويسرع اللاعب كما تابعنا عبد الرحمن بركات ويضع اسمه في قائمة المسجلين في هذه المباراة. من كرة كانت بدأها باللاعب محمد العنزلي، اللاعب عز الدين عوض صاحب الهدف الأول، ويتطاول على الكرة اللاعب للعبادي. هل يسجل؟ هل يسمعنا؟ العبادي يسجل وهدف بالفعل، وكأنه يسمعنا. هذا اللاعب محمد العبادي يسجل هدف التعادل لفريق الشرطة أواخر هذا الشوط. لاحظوا من هدية أتته هذا اللاعب، يعدل الأرقام من على مشارف المنطقة. لاحظوا بالإعادة، يرسل كرة رائعة جدا تتهادى داخل شباك أحمد مدنية حارس مرمى فريق الجيش. كنت أتحدث عن خطورة هذا اللاعب. ثالث يستفيد فريق الشرطة، كما قلنا كنا نسأل هل سيستفيد من هذا النقص من هجمة مرتدة. ياسر العويد اللاعب رقم 9 ينجح بتسجيل مواجهة واثقة كانت مع الحارس مدنية أحمد مدنية، وبالتالي الهدف الثالث. نتابع في الإعادة هدف ثالث لفريق الشرطة، سيصعب كثيرا من مهمة فريق الجيش في الدقائق المتبقية. الدقيقة 73 سنخ في راس طويل، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة الهدف، التعادل بالفعل. المدافع يضع الهدف التعادل، يسجل أغلى الأهداف. حسين شعيب يسجل أغلى أهداف فريق الجيش، ويحرم بالتالي للمرة الثانية على التوالي فريق الشرطة يهدر الفوز بيديه. شاهدنا ذلك في المباراة الماضية أمام الجار المجد، اليوم يتابع نفس الأمر، وهنا بهدف المدافع حسين شعيب هدفه الثاني.